سيادة النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أولا مساء الخير على حضرتك. خلفيات هذه القرارات التي اتخذت اليوم. هو طبعا يعني بلا شك ان يعني هي نتيجة موضوعات كثيرة جدا بقى لها خمس ست شهور. يمكن احنا الفترة الأخيرة في مجلس النواب ككتلة البرلمانية موجودة كان حصل اختيار للسيد النائب محمد عبد العليم داوود، ولكن تم تحويل للجنة القيم، فده يمكن أثر على دور وأداء اللجنة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. لكن النتائج اللي حصلت دي كلها نتائج حصلت من خلال المشاكل اللي كانت موجودة في الحزب في فترة ما قبل انتخابات الشيوخ وانتخابات المجلس النواب، والمشاكل اللي كانت موجودة في مسار الحزب وفي مؤسساته والتعدي سواء بالقول أو بأي أشياء أخرى على رئيس الحزب وعلى بعض رموز الحزب اللي كانت موجودة. ويمكن كان في محاولات اختطاف الحزب بشكل أو بآخر في اتجاه أنا شايف إن كان الاتجاه اتجاه يعني يأخذ الحزب النفق مظلم. بمعنى إيه؟ يعني إيه خطف الحزب ونفق مظلم؟ يعني إيه خطف الحزب؟ شوف سيادتك انا بقول اختطاف وباعي كلمه اختطاف ان حزب الوفد الفتره الاخيره كان في بعض الناس اللي موجوده انتماءاتهم وفي دلائل موجوده تؤكد على ما اقول ان احنا نفوجئ بان حزب الوفد بيت الامه كما يذكره الشعب المصري او الاستدلال لحزب الوفد ان يبث بث مباشر لقنوات المعادي للدوله المصريه. حزب الوفد حزب الوطني اللي هو عمره واقف بمواقف الوطنية والثوابت في الوفد الموجودة وتاريخ وصاحب تاريخ الكبير في النضال في حقوق العمال والفلاحين، وأيضا هو صاحب ثورة 19. هل يليق بحزب الوفد وبيت الأمة أن يبث من داخل جدرانه على قنوات معادية من داخل مقر الحزب؟ في داخل مقر الحزب بس مباشر ورا الصوره ورا الصوره ورا البث المباشر صوره سعد باشا زغلول زعيم الامه والرجل الذي قاد وكافح وانتفى وكل هذه الامور، ورفوجة بان يبث بث مباشر لحزب الوفد داخل حزب الوفد على قنوات المعاديه والمضلله. هل هذه المعطيات، هل هذا مش هو اختطاف لحزب الوفد؟ نعم. وبالتالي ايضا في مشاكل كانت كثيره جدا بتتم في تجميع بعض الاراء والاثاره والبلا والحشد كل وقت واخر داسوا على مؤسسات الحزب بشكل كبير جدا. عندما ارى ان هناك كانت في اداره جماعيه تريد ان تدير حزب الوفد ولا تعترف برئيس الحزب او اي مؤسسه الحزب. وكان الصوت العالي هو صاحب القرار في هذه المرحله. يمكن احنا عدينا وكان ده يؤثر علينا بشكل كبير جدا في مفاوضاتنا واحنا داخلين تحالفات في انتخابات الشيوخ وانتخابات المجلس النواب. بأثر هذه المشاكل اثرت سلبا على الشعب على على على, على الكميه المطلوبه لحزب الوفد او الاعداد اللي كانت بتفاوض عليها. ايضا اثر ذلك على مرشحي حزب الوفد في المحافظات في كمرشحين مستقلين. كانت امور كلها هذه الامور كانت امور سلبيه تنعكس ان هناك في مدبر لوضع حزب الوفد هذه المكانه. حزب الوفد الذي تعدى عمره 100 عام، حزب الوفد هو ليس ملك للوفديين فقط بل هو ملك للجموع المصريين. مين المستفيد سياده النائب؟ المستفيد النهارده حسب ما ذكر رئيس الحزب وشفنا بعض الاحداث اللي كانت موجوده وسردها رئيس الحزب وعرض بعض الفيديوهات وبعض الوثائق لديه، المستفيد المجموعه اللي هو تم فصلها في هذه المرحله. بس ده منهم نواب في الشيوخ ومجلس النواب. والله شوف سيادتك انا ما بزمش في حد سواء شيوخ او نواب، لكن انا بقول المواقف اللي موجوده واعتقد ان رئيس الحزب النهارده في ذات كلمته ان انا لم اخذ هذا القرار الا بعد عودتي الى شيوخ الحزب وفقهاء الحزب و يعني مش قرار فردي، اخذ رايهم وكان كان قرار بالنسبه
لينا احنا كنا شايفين في معطيات ادت لهذه النتائج، لكن ما كناش نعلم ما اتخذه رئيس الحزب مع فقهاء وشيوخ الحزب في هذا الشأن. ويمكن لو كلمت انت رؤساء الحزب السابقين زي الدكتور محمود أباظة والدكتور سيد البدوي، انا تواصلت مع الدكتور سيد في حالة من الارتياح الشديدة جدا، وبيصف هذه المرحلة بانها مرحلة تطهير لحزب الوفد وعودة حزب الوفد الى قواعده والى ايديولوجيته الليبرالية، اللي يمكن احنا بنشوف الفترة الاخيرة تخلى عن الليبرالية، وهو المفروض يتصدر الليبرالية المصرية وايضا يتصدر المعارضة في داخل البرلمان وفي داخل مجلس. طب خليني اقرأ الاسماء وحضرتك صحح لي، انه قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد فصل ياسر الهضيبي، طارق سباء، محمد عبده، حسين منصور، محمد عبد العليم داوود، نبيل عبد الله، حاتم رسلان، حلم سويلم، حمدان الخليلي، فصلا نهائيا. هم دي الاسماء صحيحه؟ دي اسماء صحيحه، ودول 9 اسماء ودي سالوا عليه. 9 اسماء، 9. طيب النائب شاب تاني اللي هو امين شباب القاهره، وده هو بعض كان في قراره السيد رئيس الحزب بتحويل النائب العامه لاتهامه للتعاون مع قنوات اجنبيه وبث مباشر من داخل الحزب في هذه القنوات. طيب ياسر الهضيبي نائب في مجلس شيوخ، وداوود نائب في مجلس النواب، هل القرارات اللي اخذتها سياده النائب النهارده بهاء الدين ابو شقه تؤدي الى فصل النواب سواء هنا او هنا؟ قد تؤدي؟ شوف هذه حالة طبعا يعني انا مش بجتهد، ده نص قانوني. ايوه. ان اي نائب يتخلى او يغير الصفة التي كان عليه مرشحا عليها او انتخب عليها تسقط موضوعيته داخل البرلمان، ولكن هذا الامر يعرض على مجلس النواب لاخذ الرأي باغلبية ثلثين المجلس. لا يعني الامر هيعرض، ده نص القانون، نص القانون هيتم عرضه سواء على الشيوخ او على النواب من المفترض بالنسبه للدكتور ياسر وبالنسبه لمحمد عبد العليم داوود. لا انا بسال، احنا بنتكلم قانوني، انا بتكلم قانون مش اجتهاد. لا مش اجتهاد او راي. تمام، فهو القانون بيقول كده. ايوه، انه لما تم تغيير الصفه الحزبيه بالنسبه لهم يتم عرض الامر امام مجلس النواب وهو صاحب قراره. بالظبط كده، هايل. القرارات دي ادت ايه داخل الحزب؟ يعني النهارده لما تاخد هذه القرارات وحاجة ردود الافعال بعيد عن رؤساء الاحزاب، بتكلم على قواعد الحزب. والله احنا يمكن تلقينا من بعد الساعه 2 3 في تلقيت يمكن بعض المكالمات وبعض التواصل مع بعض المحافظات، ويمكن انا شايف في سوهاج وفي بعض المحافظات، وطبعا الارتياح الكثير جدا جدا، واحنا طمنناهم ما فيش قلق، وان الحزب يعني حزب مؤسسي وموجود النهارده، الكيانات الموجوده في داخل الحزب، رئيس الحزب موجود، و كل هيئات الحزب بشكل او باخر موجوده. اعتقد ان لازم برضه نفكر بشكل اخر، ان حزب وفد وحزب مؤسسي وحزب ليبرالي وحزب لديه مؤسسات كثيره جدا، وايضا لدينا في كافه محافظات مصر لجان فرعيه في 27 محافظه. يمكن المرحلة القادمة يكون في تطوير للمحافظات، ويمكن برضه هنفعل دور نفتح باب الحزب اللي هم أغلقوه في الفترة الأخيرة بعدم استقطاب قيادات سواء شبابية أو قيادات عمالية أو قيادات نسائية أو حتى قيادات على مستوى مربوك من المجتمع المصري. حزب الوفد اللي كان بيضم فيه أعضاءه نخبة المجتمع المصري، للأسف شديد أغلق أبوابه أمام هذه النخبة، وما كانش عندنا تجديد دماء خالص. أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة تجديد دماء وفتح باب الحزب لكافة أطياف الشعب المصري وأيضا النخبة المصرية اللي تحب أن تشارك، سواء مفكرين أو مثقفين أو أي فئات من العمال والفلاحين يريدوا أن يدخلوا في هذا الحزب، هو حزب لكل المصريين. اللي تم اكتشافه ده، حضرتك بتكلمنا على وثائق، بتكلمنا على ادله، بتكلمنا على يعني مش هيتاخد قرار لو في ادله موجوده قدام استاذ بهاء الدين ابو شقه.
يمكن احنا فاجئنا المشار بها النهارده بان انا شايف فيديوهات بتتعرض تقريبا وصور ولقطات وكده، جاب فلاشه وعرض مشاهد تقريبا اكثر من 9 مشاهد موجوده وايضا محادثات تليفونيه وايضا تسجيلات عن طريق الواتساب نوتس بوك نوتس فيو ده ولا اسمه ايه خد بال سيادتك، وعرض كل هذه المشاهد والمقاطع وكان كنا يعني في حاله ظهور ان احنا نشوف هذه المقاطع في وان الناس دي موجوده ازاي في حزب الوفد وهم اصلا ليهم اتجاهات معاديه وليهم اتجاهات ضد الدوله المصريه ويلفظهم الشعب المصري كامله وليس حزب الوفد فقط. يعني لكن تاني بقول لحضرتك انه لما تم اختيار دكتور ياسر على قائمة الحزب وينزل مجلس شيوخ تم اختياره على ايه؟ يعني النهاردة لما باجي بعد شهر ولا شهرين من انتخابه النهاردة بنتكلم على فصله وانه عنده بعض المشاكل، هو لما عملنا التقييم عملناه ازاي؟ شوف حضرتك ده انت تعلم جيدا ان في الطابور الخامس وبعض الخلايا الموجودة تكتشفها بعد سنوات. ويمكن ده اكتشفناه في حزب الوفد الفترة الأخيرة والممارسات اللي تمت أعتقد إن أثبتت هذا كلام المستشار بهاء أبو شقة. لا المستندات اللي الست المستشار بهاء عرضها بتأكد الكلام اللي حضرتك بتقول إنه في طابور خامس اكتشفتوه؟ ما هو أنا بقول لك إن دايما الطابور الخامس موجود في كل وقت ما بيظهرش إلا في أوقات محددة. ولكن المستشار بهاء النهارده لما عرض ال عرض الفيديوهات وعرض التسجيلات اللي موجوده افاد ان ده من ضمن المجموعات اللي موجوده اللي ممكن نقدر نقول عليه ده طابور خامس. يعني ايه ابرز الكلام؟ يعني ابرز الحاجات اللي عرضها ايه؟ كتسجيل ككلام ايه؟ والله يمكن يعني هو بقول لك انا جدي مرشد وانا من أسرة أخوانية وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ده اللقطات اللي احنا شفناها في داخل ده ياسر الهضيبي؟ ده الدكتور ياسر الدكتور ياسر قال كده. ده الفيديوهات أنا معلش أنا بسأل حضرتك أنا ما كنتش موجود حكي الست النائب عشان أنا بس عايز الرأي العام يعرف حقيقة الكلام اللي اتقال إيه وبناء عليه أنا ما شاهدته بقوله لا 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 أستطيع أن أنا يعني أضيف شيء أو أقل شيء لكن ما شاهدته هو اللي أنا بقوله. انه قال ان انا جدي مرشد. اللي هو مأمون ولا حسن؟ لا والله ما اعرف. ما تعرفش؟ ما هم اتنين، المرشد الثاني والمرشد الرابع ولا الخامس تقريبا. ممكن بقى ما اعرفش مين فيهم بس انا هو اللي ما سمعته هو اللي حصل يعني ما عنديش معلومه بقى. فقال جدي، فغالبا جده حسن، غالبا جده حسن. لا ممكن بقى. اللي هو المرشد الثاني. وقال ان انا عيلة اخوانية. بس ده كان قيادة في حزب الوفد. قيادة من سنوات. لا هو في حزب الوفد بقاله 6 سنين 7 سنين تقريبا مش فاكر اكتر من كده يعني. مش قبل كده قبل 2010 و11 ما كانش موجود في الحزب؟ لا 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 ما كانش. دخل مجلس دخل حزب الوفد بعد الثورة. بعد 2011. بالظبط كده بالظبط كده. الحاجات التانية برضه في نفس إطار الإخوان وكده؟ في نفس الإطار يعني مش متذكر بالحرف لكن نفس السياق في نفس السياق. نعم. شكرا جزيلا نائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.